مصطفى أزيان، رئيس مجموعة ذات النفع الاقتصادي رواق منتجات المحلية للحوز. هذا الرواق، رواق لعرض وتسويق المنتجات المحلية لإقليم الحوز، تستفد منها مجموعة ذات النفع الاقتصادي مكونة من 21 تعاونية، وزيد هذا المشروع من طرف وزارة الفلاحة وتتشن من طرف الوزير في مارس 2022. إنشاء هذا المشروع في إطار استراتيجية الجيل الأخضر لمساعدة التعاونيات اللي كتستفد منها 1462 منخرط، من بينهم 252 نساء. وكيتعرض في هذا الرواق هذا أكثر من 400 منتوج، اللي من بينهم خل التفاح، زيت الزيتون، زيت القرقع، مشتقات السكسو، العسل، أعشاب طبية، تكثير الأعشاب، يعني بزاف المنتوجات.